وصلنا معاكم الى مواقع البث المباشر. لما نتكلم عن البث المباشر، انا ممكن ابث فيديو على الانترنت بشكل مباشر لفعاليه معينه، لتظاهره، لاحتجاج، محاضره، حفله، ايا كان، اي نشاط معين عندي. انا بامكاني الان اكون انا قناه لحالي، مجرد امتلاكي للهاتف النقال موصل بالانترنت او موجوده الشبكه اللاسلكيه، ان انا ابث المكان اللي انا موجود فيه الى الناس اللي معي. من المواقع اللي انشهرت في العالم العربي موقع QIK، الموقع له تطبيق على التليفون ينزل اي شخص، ويمكن انه ينزل مقاطع قصيره عن الاشياء اللي تصير. من المواقع كذلك عندنا موقع يوستريم جاستن دوت تي في، عندنا موقع يوستريم، عندي موقع اير تايم. كل هذه المواقع هي مواقع للبث المباشر. الفكرة أن كيف أنا أوظف هذه المواقع حتى أتواصل فيها مع الناس. وباعتقادي أن شخصية مثل غاي كوساكي هو واحد من الأشخاص اللي انطلقوا في عالم الإنترنت وروج نفسه بشكل جدا مهول، متواجد بشكل فعال على مواقع التواصل الاجتماعي. شخصية غاي كوساكي هو شخص عمل في شركة أبل، كذلك له مؤلفات كثيرة، ويعتبر الآن مستشار في شركة جوجل. قدم نموذج لمحاضرة أونلاين تكلم فيها عن قوة البث المباشر، بتحصلونها إن شاء الله في الفيديو اللي بعد هذا المقطع.